اعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي يسر قسم اللغه العربيه ان يقدم لكم درسا جديدا من سلسله دروس التعلم عن بعد لماده اللغه العربيه عنوان الدرس قصيده بلادي الجزء الرابع والاخير أتوقع من طالب النجيب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ القصيدة قراءة جهرية صحيحة معبرة مراعيا الإيقاع الصوتي وأن يستنتج أهمية الإيقاع الصوتي في القصيدة الشعرية وأخيرا أن يوظف مهاراته النحوية السابقة للاجابه عن الاسئله فهيا بنا عزيزي الطالب قبل ان نبدا درسنا ما رايك ان نراجع الافكار الرئيسه للقصيده مراجعه سريعه حيث استخرجناها في الاجزاء السابقه حسنا نبدا بالمقطع الاول وفكرته الرئيسة. أحسنت. حب الشاعر لوطنه يفوق حبه لأي شيء آخر. المقطع الثاني. وفكرته الرئيسة. رائع. صفات المروءة متمثلة في أهل بلادي. وأخيراً. المقطع الثالث. وفكرته الرئيسة؟ ممتاز، اعتقاد الشاعر أن كل شيء في بلاده هو الأفضل، هيا بنا ننطلق إلى الجزء الرابع والأخير من الدرس، وقبل أن نبدأ بقراءة القصيدة نذكرك عزيزي الطالب بمعايير القاء القصيده القاء سليما معبرا عن المعنى ومراعيا الايقاع الموسيقي للقصيده والان اطلب منك ان تفتح كتابك على الصفحه التاسعه والثلاثين وتستمع لقراءه معلمك للقصيده قراءه جهريه تراعي الإيقاع الموسيقي للقصيدة، فهيا بنا. "إني مررت على الرياض الحالية، وسمعت أنغام الطيور الشادية، فطربت، لكن لم يحب فؤادي، كطيور أرضي أو زهور بلادي، وقرأت أوصاف المروءة في السير، فظننتها شيئا تلاشى واندثر أو أنها كالغول ليس لها أثر فإذا المروءة في رجال بلادي قالوا أليس الحسن في كل الدنا فعلام لم تمدح سواها موطنا فأجبتهم إني أحب الأحسن أبدا وأحسن ما رأيت بلادي أوقف المقطع ثم اقرا القصيده محاكيا قراءه المعلم هل انهيت القراءه اشكرك عزيزي الطالب ركزنا في الاجزاء السابقه على معاني القصيده من حيث الافكار والمفردات والدلالات اما اليوم فسنركز على القصيده من ناحيه اللفظ وسنعرف كيف بنى الشاعر قصيدته وما ابرز عوامل الايقاع التي وظفها لتخرج القصيده بهذا الشكل تنبض موسيقى وتفيض عذوبه فاطلب منك ان تفكر في الاسئله الاتيه وتحاول الاجابه عنها هل جاءت مقاطع القصيده على شكل ابيات شعريه ام اسطر شعريه فكر جيدا احسنت اسمعك تقول جاءت المقاطع الثلاث على شكل اسطر شعريه موزعه بشكل عمودي كل مقطع منها يحوي اربعه اسطر هل بنى الشاعر نهاية أسطر قصيدته على حرف واحد أم اختلف الحرف من مقطع لآخر؟ أتيح لك الفرصة لتفكر. ممتاز، لم يبني الشاعر قصيدته كاملة على حرف واحد، وإنما تنوعت الحروف التي تنتهي بها الأسطر الشعرية، ففي المقطع الأول مثلاً: انتهت الأسطر الثلاث الأولى بحرف "الهاء" مع ملاحظة أن التاء المربوطة يوقف عليها هاء عند تسكينها كما في كلمتي "الحالية" والشادية" وفي المقطع الثاني انتهت الأسطر الثلاث الأولى بحرف "أحسنت! بحرف الراء الساكنه وفي المقطع الثالث انتهت الاسطر الثلاث الاولى بحرف رائع بحرف النون الممدود بالالف ما فائده تكرار الحرف الاخير في نهايه اسطر كل مقطع في القصيده احسنت يعطي الشعر نغمه موسيقيه رائعه وايقاعا موسيقيا متميزا ما اكثر كلمه تكررت في القصيده وما دلاله ذلك اعطيك الفرصه لتبحث في القصيده هل انهيت البحث احسنت الكلمه هي بلادي حيث تكررت ثلاث مرات في نهاية كل مقطع، وهذا يدل على شدة تعلق الشاعر ببلده، حيث بقي مستحضراً هذه الكلمة في كل مراحل بناء قصيدته، والآن عزيزي الطالب، ما رأيك أن نلخص ما درسناه في الشريحة السابقة؟ حسنًا، تكونت القصيدة من مقاطع شعرية، جاءت القصيدة على شكل أسطر شعرية، تكرر الحرف الأخير في نهاية كل سطر شعري في المقطع، وأخيرًا، تكررت كلمة بلادي في نهاية كل مقطع شعري. والآن لعلك تعرف عزيزي الطالب أن الشعر والموسيقى أمران متلازمان، فالموسيقى عنصر جوهري في الشعر حتى قيل إن الشعر موسيقى ذات أفكار، وهذا ما يميز الشعر عن النثر. والسؤال الآن، بالاعتماد على ما تم شرحه، من أين تأتي الموسيقى في الشعر؟ أحسنت، تأتي الموسيقى في الشعر من أكثر من جهة، ستدرسها في مرحلة متقدمة، ويكفي الآن أن تعرف أن الإيقاع الصوتي في القصيدة يعطينا الموسيقى، ومن أمثلته... أحسنت! تكرار الحرف الأخير في نهاية كل سطر أو بيت شعري عزيز الطالب أطلب منك أن توقف المقطع وتفتح كتابك وتجيب عن هذه الأسئلة بنفسك ثم لا تنسى أن تتحقق من إجابتك أترك لك فرصة الإجابة عن السؤال السابع لتجيب عنه من وحي إبداعك، ولا تنس عزيز الطالب توضيح السبب، فقد يكون سبب إعجابك المعاني الجميلة أو الألفاظ المعبرة أو العواطف الجيّاشة أو الموسيقى الشعرية إلى آخر ذلك من الأسباب. ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى هدفنا الأخير وهو توظيف بعض المهارات النحوية السابقة، والمطلوب منا أن نقرأ المقطع الأول من القصيدة ونجيب عن السؤالين الآتيين: أوقف المقطع ثم أجب بنفسك. هل أنهيت؟ حسنا، هيا بنا نتحقق من إجاباتنا، استخرج من المقطع الموجود أمامك الآتي: فعلين ماضيين، تذكر عزيزي الطالب أن الفعل الماضي هو "أحسنت، ما دل على حدث حصل في الزمن الماضي، أي قبل زمن التكلم" وقد اكثر الشاعر من توظيف الافعال الماضيه فورد في المقطع احسنت ثلاثه افعال ماضيه هي مررت سمعت طربت ولعلك تلاحظ انها كلها اسندت الى ضمير المتكلم وهو التاء المتحركه وكذلك استخرج من الابيات فعلا مضارعا والفعل المضارع كما تذكر هو ما دل على احسنت حدث يحصل في الزمن الحاضر او المستقبل ويبدا بحرف من حروف المضارعه الاربعه النون والهمزة والياء والتاء ومن علاماته أيضاً أنه يسبق بحرف من حروف الجزم ومنها حرف "أحسنت" لم إذاً الفعل هو "ممتاز" يحب وأخيرا استخرج من الأبيات اسما مجرورا بحرف الجر وهذا يقتضي منا أن نبحث أولا عن حرف من حروف الجر التي تحفظها من وإلى وعن وعلى والباء والكاف واللام لأن الاسم المجرورة سيأتي بعدها هيا ابحث عن حرف جر في المقطع احسنت اسمعك تقول على اذا فالاسم المجرور الرياض وكذلك حرف الجر احسنت الكاف والاسم المجرور هو رائع طيور السؤال الثاني: حدد مفرد كل كلمة من الكلمات الآتية. الجموع موجودة أمامك. الرياض، أنغام، الزهور، الطيور. ولا تنس عزيز الطالب أن هذه الجموع تسمى في اللغة العربية أحسنت جموع التكسير، وهي التي يتغير مفردها عند جمعها. أوقف المقطع ثم أجب وبعد ذلك تحقق من إجابتك. وقبل الختام إليك ملخصا عزيز الطالب لما درسته في هذا الفيديو فقد قرأنا القصيدة وراعينا الإيقاع الصوتي في أثناء القراءة واستنتجنا أهمية التقارب الصوتي الموجود في نهاية كل سطر شعري للمقطع الواحد وأخيراً فقد وظفنا بعض المهارات النحوية السابقة للإجابة عن الأسئلة وبهذا نكون قد أنهينا كل ما يتعلق بدرس قصيدة بلادي وعسى أن يكون لقاؤنا قريبا نلقاكم على خير مع السلامة